بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا كساكنة القصر الكبير يعني فرحنا بهذا التدشين الجديد ديال المستشفى المحلي اللي دار، وكان عندنا امل غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج جداد، غادي يكونوا طباء، غادي يكونوا ادويه، غادي يكونوا اختلافات بزاف، ولكن مع الاسف الوضع كيبقى على ما هو عليه. يعني كنتاسفوا لهاد الحالات وهاد الناس اللي كتمشي ضحايا. يعني مؤخرا فرح كيعرفها الكبير والصغير ربما حتى وطنيا، يعني كساكنة القصر الكبير كنتاسفوا لهاد الوضع الصحي، وكنتمنوا يعني يتبدل هاد الشيء هذا، وتكون يعني مستشفى ماشي غير كمستشفى، يعني تم الداخل تكون يعني فيها اطباء، تكون مجهزه يعني تكون فيها الادويه، يكونوا اطباء في المستوى، وهذا الشيء اللي كنتمنوا حنا كساكنة القصر الكبير. السبيطار ديال الحومه ما فيهش شي طبيب، يعني الطبيب هو اللي تيحكم من راسو. الا جا الطبيب في الصباح، الا مشيتي مع 9 الصباح وما لقيتيش شي، ملي غتمشي مع 10 ما غتجبروش الطبيبه، ما غتجيش مره، تجي مره ما تجيش، يعني مره كاينه مره ما كايناش، كاينه الطبيب وكاينه الطبيبه، ولكن ما تيعتنيوش الطبيب. الا بقيتي تشرح له، الا بقيتي غير تهضر برا، هضرتي انت وشي مره وقال نايض بحالو، خا يكون ولدك طالع له السخانه غادي يسمح فيك ويخرج بحالو، يعني ما يبقاش تما. وعنده سعد المكانه من 9 ل 10، الا مشيتي فوق ال 10 شويه ما غادي تدوزتي صافي. والسبيطار دائما خاوي. السبيطار اللي داروا جديد الكبير ديال السبيطار المدني فيه كل شيء مجهز تبارك الله، وتي تعتر هادك يديروا بك، يعني تعتني، وهذا اللي داروا هاد المرة تعتني بك، زعما لا عمرها تلعب. مشينا تما درنا التحاليل كل شيء، الناس تيهدك، ولكن السبيطار ديال الحومة ما كيناش. لا سبيطار الحومة دي ولدك مريض، ولا ديك كيما ديتيه ما غادي يستقبلك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. كساكنة واحد من مدينة القصر الكبير، من ناحية الصحة، من ناحية الصحة كنعانيو من خصاص الأطر اللي كاينة بزاف، رغم أنها هناك بناية جديدة وأقيمت يعني، ومع ذلك فهناك خصاص، ولهذا يجب على كل المسؤولين أن يحاولوا أن يقوموا بتعيينات جديدة وتعيينات في المستشفى الصحة، حتى تكون الدور الصحي في المدينة دورا مناسبا وفي مصلحة المواطن، والقطاع الصحي كذلك متدهور. ونتمنوا خير ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم. احنا كساكنة القصر الكبير كنطالبوا يكون عندنا الصحة، تكون عندنا مسوفرة الصحة في المدينة، ونلقاو فين نتعالجوا، فين نديو الآباء ديالنا والوليدات ديالنا والعائلة. المهم حنا ملي كنبغيو نتداواو ضروري خصنا نسافروا لشي مدينة واحدة أخرى، يا نمشيو لطنجة، يا نمشيو للرباط، يا حنا ما كرهناش نبقاو نتعالجوا هنا في المدينة ديالنا. يعني داك الشيء ما كانش في مستوى، فهمتي، السبيطارات داروهم بالحق إمكانيات في داك الشيء، ما أطباء ما كاينينش قلالين، داك الشيء غير ممرضين. المهم ضروري ملي كتمشي تما كيطالبوك يقول لك خصك تمشي شي مدينة واحدة أخرى باش تلقى داك الشيء اللي بغيت. ومن هذا المنبر كنطالبوا يكون عندنا حتى حنا سبيطارات بحال كاع المدن كبارين، وشكرا. ساكنة الأسر كنعانيو من الوضع الصحي، ما عندناش، ما عندنا لا سبيطار لا والو، وكنتمناو يديروا لنا شي حاجة هنايا حيت حنا كنعانيو بزاف. بصح كنتمناو يديروا لنا شي حاجة اللي تكون مفيدة لمدينة القصر الكبير، لأن القصر الكبير ما فيهش لا شي حاجه اللي صحي بالنسبه للانسان. نعم ما في لا عينين حتى شي حاجه، والناس مساكن يعني خصهم باش يوصلوا لشي بلاصه، خصهم مسافه باش يوصلوا للعرايش، يدفعوهم لطنجه لتطوان، يعني ما يمكنش. ملي كنبغيو حنايا شي سبيطار ولا شي حاجه ضروري كيقول لك مشي لطنجه، مشي للعرايش، مشي لهادي، اما حنايا ما كيديروا لنا والو هنايا، غير الصراحه كتحقروا علينا في هذا الاصل الكبير. الواقع الصحي بمدينة القصر الكبير واقع بائس جدا منذ سنوات، واللي يعني المواطن في القصر الكبير في الوقت اللي كتقول له الاحتياجات ديالك الأساسية كيقول لك اودي الصحة، لأنه حقيقة كاينة معاناة حقيقية في هذا المجال هذا. وكنا كنعتقدوا على أنه بإيجاد هذيك المنشأة الصحية والمستشفى الجديد غادي يمكن
يخفف شويه المعاناه على المدينه. ولكن للاسف بنايه جميله جدا ولكن تنقصها الموارد البشريه، وهذا الشيء كيتطلب تضافر الجهود ديال الدوله تتدخل في الواقع، لانه مدينه مهمشه منذ زمان ماشي غير من الان، لان لما توجدت المنشأة الصحية كان لابد من وزارة الصحة ومن الجهة ومجلس إقليمي والمجلس المحلي باش تضافر الجهود، وخص الإرادة، لأنه في الوقت اللي كنقولوا المجال ديال التسيير ديال المجال الترابي خص يكون هناك إرادة حقيقية في إيجاد البدائل وإيجاد الحلول لرفع المعاناة عن الساكنة. وبالأمس القريب يعني مرينا بمجموعة ديال المآسي لا داعي لذكرها، لأنه خلفت يعني استنكار واسع لشرائح المجتمع القصري. وشكرا. بالنسبة لمدينة الأثر الكبير فهي تفصعد الصحة، بكل معايير من معنى. كيعقل أن مدينة الأثر الكبير من المدن العريقة، من المدن التي لها تاريخ وليس فيها أي مستشفى مستشفى صحي. حنا الأثر الكبير لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس ديالها ما عطاوش هذه المبنى هذه لا في الصحة لا في النظافة لا في جميع المجال، خصوصا الصحة. الصحة أنا كنعاون الصحة بزاف، والصحة هي أهم الأشياء. حنا عندنا شاقول لك مستشفى زعما صراحة مستشفى المستوى، ولكن بدون الطاقم الطبي، بدون لوجي، بدون شاقول لك دكاترة وموظفين ديالها وجميع لا حول ولا قوة إلا بالله. كاين خصاص مهول في 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 الطاقم الطبي لا في جميع التخصصات.